بذرائع مختلفة تعرقل معاملات التعويضات للمواطنين المتضررين من الإرهاب حتى باتت مشاهد الدمار والخراب شاخصة إلى يومنا هذا في مناطقهم مدرسة ماكو بيت ماكو كهرباء ماكو مي ماكو أي خدمات ماكو تعال شوف أرض الرفيعات آلاف الدوان القرقال بالمي صار لسبع سنوات على هذه الشاكلة يعيش العائدون إلى مناطق سكناهم في صلاح الدين فلا منازل ولا خدمات تأويهم بفعل الدمار الذي لحق ممتلكاتهم ورغم ترويجهم لمعاملات التعويضات منذ سنوات في الدوائر الرسمية بغية استحصال حقوقهم المادية إلا إنهم يتفاجؤون بعرقلة إنجاز معاملاتهم تحت ذرائع مختلفة تكاد لا تستحق الذكر جتنا المعاملات اللي أرسلت بتاريخ شهر السابع 2019 لكن حقيقة اغلبها غير مصادق عليها يعني معاده الى اللجنه والسبب الاعاده حقيقه امور شكليه يعني تتمثل ورقة عدم وجود ورقه كهرباء او ورقه ماء المشكله اصابت المتضررين من تنظيم داعش الارهابي بخيبه امل بعد ان كانوا ينتظرون صرف مبالغ تعويضهم منذ سنوات لترميم منازلهم وحياتهم على حد سواء الذين أشاروا لوجود ظلم وإجحاف بحقهم سيما بعد تعرضهم لمساومات علنية تارة وتعويض عوائل الإرهابيين بدلا عنهم تارة أخرى زين إحنا 2023 إلى الآن ترجع معاملة يعني إحنا سنمشي معاملاتنا ست سنوات سبع سنوات وتروح المعاملة بعد عناء طويل وانتظر لسنتين أنه ببغداد ترجع المعاملة منقوضة يا ليش المعاملة منقوضة هامير رد لك سنة يلا تعرف ليش على مود كتاب كتاب ما بتاريخ كتاب مال ماي يعني انا بيتي واقع ها ومهجر طالع من بيتي ومكمل معاملة بسبع سنوات ده راح اجيب برقم ماي دافع ماي اليوم هو الجريح الحقيقي والشهيد الحقيقي ما عنده حقوق واللي 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 ما له علاقه بموضوع الجرحى وموضوع الشهداء يستلم قبله لان واسطات وعلاقات وفلان فلان ويتطلب الحصول على التعويضات الكثير من الاجراءات والاوراق المطلوبه التي يواجه المتضررون صعوبه في توفرها خاصه بعد تدمير بيوتهم وممتلكاتهم. حقوق مضى على عمرها تسع سنوات وحتى الآن ينتظر أصحابها بادرة جدية من الحكومة الحالية علها تعوضهم عن ما خسروه أبان الحرب على داعش محمد عادل ربيعي الرابعة صلاح الدين